الأمانة حمل ثقيل، أشفقت السماوات والأرض والجبال أن يحملنها. إنسان عندما يموت وهو من أهل الجنة، الروح تدخل وترى المقعد. لما بيت الخليفة بيكون خربان، معناته بيت الرعية بيكون أحسن. فسألني يا ربيعة، فقال: يا رسول الله، أسألك مرافقتك في الجنة. اطلب، فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس. ما تقول له: يا رب إذا شئت أدخلني الجنة، اعزم عليه بالمسألة. انت عم تتفرج على الناس، منهم من يمر كالطرف كلمحة البصر، وأول من يتعلق بالإنسان يوم القيامة أهله وولده، يقولون: يا ربنا خذ حقنا من هذا الأب الظالم، فإنه ما دلنا وما علمنا شيئا من القرآن. صلاة الله علينا رحمات وفيضات وعطاءات تتنزل. انت بتصلي مرة على النبي وبيصلي عليك 10. يعني هذا الكلام إنذارا لنا، وفي نفس الوقت دفعا لنا لأن نعمل إلى الجنة. برنامج رحلة الآخرة الجزء الثاني مع فضيلة الشيخ الدكتور رياض بازو، يأتيكم بإذن الله في الأوقات التالية.